هاي العزيز المشاهد تابعنا يمكن يعجبك. تكفي شوية وجاوب صح، جواز قيمة حلوة ترضى. فكر شوية وجاوب صح، جواز قيمة حلوة ترضى. نعايتك يا عساك دوم تفرى. فكر شوية وجاوب صح، هذا خسر لا لا راضو، وهذا ربح ألف مبروك، وهذا خسر لا لا راضو، وهذا ربح ألف مبروك. فكر شوية أخوي، دائما نسمع بكلمة غوغاء، تعرف شنو معنى كلمة غوغاء؟ كلمة غوغاء؟ سأل صاحبه، هو يعرف صاحبي. تعرف أخوي شنو معنى كلمة غوغاء؟ دائما تقال. والله ما عندي فكرة. غوغاء ضجة؟ ضجة يعني؟ تعرف شنو معنى كلمة غوغاء؟ غوغاء يعني اللغي من الكلام. أخوي دائم نسمع بكلمة غوغاء، تعرف شنو معناتها؟ والله يمكن نوع من نوع أسامي يعني بالضبط، أو صوت حيوان. حدد لي، حدد. غوغاء يعني في كلام فاضي يعني الهذرة على الفاضي. تعرف شنو معناته غوغاء؟ هاي هي الكلام الفاضي، الكلام اعتقد. شوف يعني المتعارف بين الناس يعني كلمة الغوغاء هو يعني الصوت العالي او الازعاج، او الناس الغير منظمين يقولون عنهم غوغاء، مجموعة من الغوغاء. لكن احنا نبي المعنى الاصلي لكلمة غوغاء. غوغاء هي اعتقد الهدر، او الكلام اللي ما له معنى وبصوت عالي وازعاج اعتقد هذا. تعرف شنو معنى كلمة غوغاء باللغة العربية؟ غوغاء بالغين وليس فوضاء، غوغاء. غوغاء والله ايش اقول لك؟ ها؟ ما ادري والله، اسف. فواز شو تقول؟ ما ادري. غوغاء؟ لا والله اسف. غوغاء؟ يعني الضوضاء، الدوخة والازعاج ها؟ الصخب. هذا المعنى المجازي لكلمة غوغاء، نبي معناها الأصلي. يونانية؟ ها؟ يونانية؟ لا أبي معناها باللغة العربية، يعني شنو تعني كلمة غوغاء؟ الضجة. هذا الاسم المجازي لها المتداول بين الناس، نبي معناها الأصلي. لا ها؟ والله ما أعرف. أنت شنو عندك حل؟ ما أدري، يعني شنو تقصد إن معناها المجازي؟ يعني هالبيد يعني الاسم المتداول يعني بين الناس لها معنى ثاني، يعني صوت من الأصوات؟ إي شنو؟ الهدوء. لا لا الهدوء. غوغاء؟ غوغاء يعني طيور ولا؟ اي اي قول انت، قول. انا قاعد اسالك، تقول طيور يعني وصلت لشغله معينه، انت قول. غوغاء يعني بغبغاء. اعتقد الغوغاء الضوضاء، مو الضوضاء. هذا المعنى المجازي المتداول بين الناس. اكبر عدد بالعالم، الناس يقولون مليون. في فرق بين نرد ونقول لك هذا معنى مجازي، يعني هذا صحيح من الكلمه المتداوله بين الناس. زين هذا لو ان اسمها كذي كان احنا ما سالنا من عشان وانت لها معنى ثاني. بشار مبروك، وانت طبعا فنانتك رقم 9 او غوغاء تطلق على شيء معين. الجائزة هذه ممكن على الطائر زي. يعني اي طائر؟ اي بشار انت حصلت. شوف معهد الفا لتدريب الكمبيوتر الاهلي او الصقر او النسر. الغوغاء يعني الضجة او الصوت. هذا الكلمة المتداولة بين الناس، يعني وهذه مجاز ان الناس يقولون والله غوغاء، هذا الضجة او الصوت العالي او الهرج. لكن لها اسم معين تطلق على شيء معين. الغوغاء يعني السفلة من الناس لكثرة لغطهم وصياحهم. أنت قاعد تقول الشغلات اللي قاعد أقولك عنها أنها مجازاً قاعد تطلع. مجازاً؟ أي يعني يعني لها شغلة أصلية. كثرة اللغو يعني. أخ من وين؟ من الإمارات. حيا الله أهل الإمارات. الله يحييك. فينة الحب في بحر المروات،
تسوقها نحونا ريح الإمارات. كلمة غوغاء لا والله ما زين. نقول لك انت غوغاء؟ ايه غوغاء يمكن شغله يعني غايصه ولا شيء غرقان شيء كذي. اي وضح وضح اكثر. يعني شغله غرقانه والصوت اللي صادر من الشغله هذه كذي غوغاء. فكر واربح فكر واربح. بثينه ندى ها؟ علياء. تعرفين اسم بثينه شنو معناه باللغه العربيه؟ في لا كذا معنى منهم المرأة الحسناء. طالعيني فيني شيء عذري بينا أكو أحسن من كذي خفة ودلال. لاني عصلة مسحوكة ولاني متينة. شوفي جسمي يلا من فضلك غزال. وش معنى كلمة ندى؟ الجود أو الكرم أو البلل مثل قطرات الندى على الزهور. على الزهور إيه بلل. الورد جميل الورد جميل ونوره عليها دليل من الأشواق. شنو معنى اسمك؟ قمة الجبل. قمة الجبل. وسامي حلوة. عندنا سؤال احنا. هذا ترى كله مو سؤال. عندنا سؤال يقول تعرفون شنو معنى اسم حاتم؟ اي ما دام عارفين اسماءكم اعطونا معلومه عن حاتم. ومن الجود والكرم كان في حاتم الطائي. لو الجواب هالسهوله هذه ما سالنا احنا. احنا انت واول ناس ومتوقعين الناس راح يقولون حاتم الجود والكرم على حاتم الطائي. مو هذا. ايش تبين بعد؟ وانا ما نعرفه. ها؟ ما عندي فكره. شو تقولين يا قمة الجبل؟ ما أدري. حاتم؟ إيه. حاتم. حيرتني صراحة. حيرتني بحاتم. قول لي أي اسم اللي حاتم. حاتم؟ إيه. معنى يعني لا لا. إيه. شنو الاسم؟ يعني الاسم الحاتم شنو يعني؟ حاتم يدل على يعني الكرم أو. استاذنا تعرف شنو معنى اسم حاتم؟ حاتم الطائي. حاتم يعني كريم. بمعنى كلمة كريم. بما انك تخافين من الكاميرا وغصب ردك بنقول لك اجابة زوجك غلط. قولي انت. ما عندي فكرة والله ما بعرف. حاتم الكريم. انت اللي كريم. حاتم الطائي الكريم. وانا اقول لك انت الكريم مشكور. تعرفين شنو معنى اسم حاتم بكسر التاء؟ قاضي. ها؟ قاضي. حاتم معناته قاضي. القاضي. برافو عليك يا فاطمة. القاضي أو الحاكم أو السواد من الشيء. هو الحاكم أو القاضي أو السواد من الشيء. يا سلام عليك يا فاطمة. أي صف أنت؟ ثالثة متوسط. ثالثة متوسط ها؟ زين شلون عرفت الكلمة؟ لأن أعطونا إياها. أعطوك إياها؟ إيه. يا فاطمة بما أنك جاوبتي إجابة صحيحة زين؟ في عندك دار اليقظة للصحافة والطباعة والنشر اللي بالشويخ شارع الصحافة. تليفون 483-1431 و483-4986. عطوك جائزة عبارة عن جائزتين 25 دينار اشتراك سنوي و 25 دينار نقدي. في شغلة ثانية فاطمة. فاطمة شركة نظارات العسل اللي بشارع فهد السالم عمارة الكاظمي. تليفون 24-13-708. عطوك جائزة عبارة عن نظارتين سيناتور بقيمة 50 دينار، واحدة حقك وواحدة حق أمك اللي انحاشت من الكاميرا، زين؟ شركة محامص ومطاحن بني العميد اللي بالسالمية شارع سيد ياسين، تلفون 573-33776 و573-33779، عطوك مشتروات قهوة بقيمة 25 دينار، هذه حق أبو فاطمة. مشكورة يا فاطمة وموفقة. فكر واربح، فكر واربح. أخوي دائما نسمع بكلمة غوغاء. تعرف شنو معنى كلمة غوغاء؟ غوغاء؟ إيه؟ يعني دوشة كتير مثلاً؟ مش... يعني هذا الكلام المتداول بين الناس. يعني هذا الكلمة المعروفة بين الناس يقول كتير. إيه؟ يعني معنى أصلاً. لكن إحنا نبي المعنى الأصلي لها. صرصرة. الصرصرة مثلاً. أو بيتحدث كتير واجد. نوع الطيور. شنو هالطير هذا؟ شو اسمه؟ لغلق.
يعني انت ذكرت ان الطير ناسينا من زمان. الله يعطيك العافيه. عافاك الله ان شاء الله يا هلا. تعرف شنو معنى كلمه غوغاء؟ افتكر انه على ما اظن انه الطير من نوع الطيور. شنو هالطير هذا؟ شو اسمه؟ بغبغاء على ما اظن. اعتقد صوت الحمام. لا، صوت الحمام يسمى هديل. حمامي شاقني فنه، حمامي شاقني فنه، انا اضرب كل ما غنه، اضرب كل ما غنه. على الغراب؟ لا. حيوان يعني؟ العنقاء. غير الحيوان، يعني في شغله من هالفصيله هذه وال يعني حواليها. ها؟ قبل يطيح الميكروفون ترى. ما ادري الزواحف يعني. ايه قولي. مثل السحالي ان شاء الله كذا، الزواحف هذه. الضب الضب. نوعيه من الناس المزعجين. الهمج اخوي. غوغاء اللي هم الهمج. هذه الكلمه متداوله، يعني هذه مجازا الناس يقولها، لكن نعم. باللغه والقاموس المحيط لها اسم ثاني تعني شغله معينه. الغوغاء هم انت عارف اللي هم. انت عارف. لكن انت مش عارف. لا انت مش عارف. والله ما عندي فكره، اعتقد هو ازعاج بس مو صح. غوغاء في القاموس او في المعجم تعني ديناصور. انت رجعتنا للعصر الحجري وايد. يعني توصل كمان لها معنى ثاني، انها يكون الضوضاء او الصوت المزعج اللي هو. انت القاموس اللي اطلعت عليه ايش معطينك على كلمه غوغاء؟ غوغاء يعني الضوضاء او الشيء المزعج او لا غاموسك هذا محرف مشكور. الغوغاء اللي هي الناس المختلطين، وبرضه بتيجي على جراد الذي يخف للطيران. الجراد اللي شلون يخف للطيران، يعني السرب الجراد اول ما يبدا بالطيران. الله يعطيك العافيه وبرافو عليك وسعداء بلقائك. بالفعل بجميع القواميس وبالقاموس المحيط الغوغاء تطلق على الجراد، وايضا في نوع من الجراد هو الجراد اللي تو نابت له جناح يبي يطير. يعطيك العافيه. انت من وين ماخذ هالمعلومه هذه؟ العربي. ها؟ دروس اللغه العربيه. دروس اللغه العربيه. وش اسمك؟ مصطفى. مصطفى الله يعطيك العافيه، سعداء جدا بلقائك. مصطفى، بما انك قلت الجراد احنا بنعطيك شغله اكبر من الجراد. مؤسسه لؤلؤه الهديب للتجاره العامه والمقاولات اللي بالسالميه شارع البلاجات، تلفون 5740404 و5718671. اعطوك بدايه جائزه بقيمه 70 دينار عباره عن كرسي كمبيوتر، جهاز مساج الجسم اسمه مايكرو فينجر، جهاز مساج للرجل مع عدد 6 ساقي زرع اوتوماتيكي. في صالون كاساندرا للسيدات، ان شاء الله حتتزوج غريب انت. ان شاء الله. زين. اللي بالفروانيه خلف فندق هوليداي ان، تليفونهم 4730092. اعطوك جائزه عباره عن خدمات متنوعه من اعمال الصالون بقيمه 50 دينار، اذا ما في مشروع زواج حق اي واحد من الاهل. البيت الصيني اللي بحولي شارع تونس، تليفون 26446833. اعطوك جائزه عباره عن احواض فخار برتقالي بقيمه 40 دينار. سعداء جدا بلقاك يا مصطفى. شكرا. فكر واربح، فكر واربح. اختي، دائم يعني نسمع يقولون والله لا تضع الحبل على الغارب، يعني يقولون لا تضع الحبل على الغارب، يعني عمليه يعني لا تخلي الامور سايبه. زين. السؤال اللي طرح نفسه، تعرفين شنو معنى كلمه غارب؟ غارب مو بالقاف، بالغين. غارب. غارب. ايه سامعين فيه يقول لا تضع الحبل على الغارب، لا تخلي الامور سايبه مثلا. ما ادري. الغارب يمكن على الحافه. اي حافه؟ حافه الشيء يعني على الطرف. حافه الخطر. لا، في شيء معين اخره غارب. ما ادري. لا تفكرون قارب وتغرقونا معاكم، غارب. ما ادري. يعني حافه الامور يعني. ما ادري. ها؟ غارب من كلمة غروب يعني؟ دائما يعني نسمع يقول والله لا تضع الحبل على الغارب. على الغريب. ها؟ ايه. شنو معنى كلمة غارب؟ غريب. غارب يعني الغريب؟ لا مو غريب، لا تسمعين كلامهم، ثبتي الكلام. لا تضع الحبل على الغارب، هذا دائما يعني مثل يقال، يقول يعني لا تترك الأمور سايب، يعني مثل لا تخلي عيالك بالشارع، يعني لا تضع الأمور على الغارب يعني ما تدري عنهم، لا تضع الحبل على الغارب.
يعني لا تحطه بالمكان الغير مناسب. شنو معنى كلمة غارب؟ لا تضع الحبل على الغارب. يعني المكان المناسب. دائما نسمع يقول مثل يقول لك والله لا تضع الحبل على الغارب، لا تخلي الأمور سايبة، يعني تحكم بالأمور. سؤالنا بسيط جدا، نبي كلمة واحدة اللي هي الغارب، ما معناها هني بالمثل؟ لا تضع الحبل على الغارب. والله ما أدري، إنسان الكاهل يمكن. شون؟ إنسان الكاهل أو الكاهل؟ أي تقريبا كذا. يعني الكهل يعني الكبير يعني تقصدي؟ تقريبا كذا. لا مو تقريبا. والله ما أدري. لا تضع الحبل على الغارب، في شغلة نضع عليها حبل ونتركها، يعني شغلة كذي. إيه؟ ها؟ ما أدري. إنسان يلا بنت الثانوية. ما أدري. دائما عندنا مثل دائم يقال يقول لك لا تضع الحبل على الغارب، يعني لا تترك الأمور سايبة. السؤال، تعرف معنى كلمة غارب؟ الغارب على ما أعتقد هو سنام الجمل. الجمل يوضح لك شغلة ثانية، ليس بسنام الجبل بهذاك المعنى، ولكن دور لك حيوان قريب من الجمل، وهم وصلنا لك يعني. قريب من الجمل. ولد عم الجمل شنو؟ نعم؟ ولد عم الجمل أقول لك. ها روح. ولد عم الجمل حصان؟ الحصان. الحصان. قول لي قول لي المنطقة لا تضع الحبل على الغارب. وظهر ظهر الحصان يعني، أو الحلج مال الحصان. خلاص ما دام لا تكثر احنا نقول لك. هي آخر مكان في رقبة الحصان. يقول لا تضع الحبل على الغارب، يعني لا تحط الحبل على ظهر الحصان ويمشي، يعني لا تترك الامور سايبه. نعم. الله يعطيك العافيه يا ابو ساره. الله يسلمك، حصلت على جائزتنا ساره، ويها خير علينا احنا. ساره ليش جائزه؟ ساره معهد الفه لتدريب الكمبيوتر الاهلي اللي بحولي شارع ابن خلدون مركز العثمان الجديد. نعم. مكتب 109، تليفون 2664107 و2664106. عطوك جائزة عبارة عن 30 دينار نقدي حق سارة، تمام؟ شركة صباح عيسى العطار المجوهرات اللي بسوق سوق عقارات الكويت الطابق الأرضي محل 130، تلفون 2446775 و2464216. عطوك عبارة عن جائزة، عبارة عن قطعة ذهب محفور عليها صورة بالليزر، صورة سارة. جائزتين حق سارة، مالك شيء ترى انت. هم الجائزة الثالثة حق سارة، تخيل شوف. طلعنا شركة طفل المستقبل للعب وأدوات الأطفال اللي بشرق مجمع الخليجية الدور العاشر، لهم فروع في الخليجية والمثنى وكيفان والفروانية والفحيحيل. أعطوك دفترين ألعاب بقيمة 30 دينار. أخذ يا سارة. مشكورة. يلا حقي. يعطيك العافية. يلا شكرا سعيد. عندنا مثل كويتي يقول بغاها طبه كم لي انت؟ بغاها طرب صارت نشب. لا مو طرب، مو طرب، ظهر فيكم طرب انت. شو فيكم وناسة؟ رمل بلكم طرب. ها عزمين بس على الركاد. شوي شب الحرام ما يموت شي. لا تخبر هل بوت شي الثاني. لا اللوني غير الكاس. لا اللوني بغاها طبه بالتاء، بغاها طبة صارت خبة. صارت خبة. لا أهم نعطيش لازم. أخذيها مرة ثانية. بغاها طبة. شيلي غير الخبة هذه. لبة. يلا بعد عدنا بس. ماكو. لا هو عندنا سؤال الأخير مثل كويتي. مشكورة. لا بعد سأل بعد بعد عطنا مجال يلا. هذا أنتم. صارت طبة خبة. ولا بقاها طرب صارت نشب. هذا المثل الكويتي بعد شنو اشتبه الله هذا؟ هو المثل ما قاعد تقوله صحيح. ها بقاها طب خب. اوكي مشكوره. ها لا بعدني ناشبه انا ابي. اخذي في مثل كويتي يقول بقاها طبه كم لي؟ ما ادري والله. بطا طبه؟ شلون؟ بقاها طبه. عارفه شنو معنى كلمه طبه بهالمثل هذا؟ حفرة؟ ها؟ طيحة يعني؟ اي بغاها طبة. ايه كملي.
طايحة يعني صح؟ مثل، اقفل المثل، مثل الكويتي بغاها طبة راحت. ما أدري. في مثل كويتي يقول تعالوا شارك تعال حيا الكاميرا ما تخرع تعالوا، يعني احنا نعاني من مشكله ان الحريم ينحاشون من الكاميرا. اختي في مثل كويتي يقول بغاها طبه صارت طيحه، صارت طيحه، صارت طيحه. هي يعني بغاها طبه، يعني الواحد كان ناوي ينزل على كيفه باختيار على مزاج، ينزل مثلا انزلق ولا حصل له شيء صارت طيحه وتكسر، بغاها طبه على الركاده صارت طيحه تكسر. هذا اللي جاب الصيحة حق أخاك من الكاميرا. هي اللي خايفة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أختي مركز ميداس الأثاث اللي معروفهم بالسالمية البرج الأبيض، تلفونهم 5725114. عندهم معرض بالري بشارع الغزالي، تلفونه 4710457. عندهم معرض بالفروانية منطقة ضجيج، عطوك مشتروات بقيمة 50 دينار من مركز ميداس. هذه الجائزة الأولى، هذه أول طبة. مؤسسة بورصة الاستجاد اللي بالفروانية منطقة الضجيج اللي تلفونهم 4-3-4-8-4-8-8 عطوه جائزة عبارة عن سجادة زمرد الملكي قياس 2x3 بقيمة 50 دينار. نشوف الطيحة. البيت الصيني اللي بحولي شارع تونس تلفون 2-6-4-4-6-8-3 عطوه جائزة عبارة عن أحواض فخار برتقالي بقيمة 40 دينار. شكرا وعطيش عافية أختي. الله يعافيك. مشكورة. فكر وربح، فكر وربح. هاي العزيز المشاهد تابعنا يمكن يعجبك. فكر شوية وجاوب صح، جوائز قيمة حلوة ترضى. فكر شوية وجاوب صح، جوائز قيمة حلوة ترضى. نعايدك يا عساك دوم تفرح. فكر شوية وجاوب صح، هذا خسران لا راضوك، وهذا ربح ألف مبروك، وهذا خسران لا راضوك، وهذا ربح ألف مبروك. فكر شوية وجاوب صح، فكر وربح، فكر.